أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم واحد مريم. زي ما عودناكم إن واحد مريم بتقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد، ومن أهم المجالات اللي بتهتم بيها واحد مريم وبرنامجنا هو المجال التعليمي، وده طبعا لأن التعليم هو مقياس تقدم الشعوب ونهضة المجتمع. والنهاردة معانا واحدة من أهم الأكاديميات اللي فرضت وجودها في الساحة التعليمية مؤخرا، وده نتيجة نوع جديد من أو شكل جديد من أشكال التعليم هي بتقدمه، وهي أكاديمية جرين مايند. تعالوا معنا نرحب بضيوفنا النهاردة، الأستاذ مصطفى فاروق صاحب أكاديمية جرين مايند، والأستاذة نوع حافظ مديرة الأكاديمية. أهلا وسهلا بكم. في البداية نحب نعرف من حضرتك أستاذ مصطفى، إيه هو التعليم الموازي؟ إحنا نعرف أن أكاديمية جرين مايند بتقدم نوع جديد من التعليم أو صورة جديدة من التعليم يسمى بالتعليم الموازي اللي هو الهوم سكولينج. ايه هو الهوم سكولينج؟ وايه هي أكاديمية جرين مايند؟ وايه النشاط اللي بتقدمه؟ طيب، هي مبدئيا خلينا بس نتكلم الاول على ان فكرة جرين مايند هي جت منين. زي ما حضرتك عارفة انه الغرض من التعليم هو غرض ليه علاقة بالتعليم والتطوير، وانه ازاي نأهل الاطفال او اذا كان بعد كده الشباب للعالم اللي هم هيخشوه. في الحقيقة لمجرد ان احنا اشتغلنا على الهدف ده لمدة طويلة، الهدف ده ابتدى شوية يتعدل، بقينا دائما وابدا مركزين على ان ازاي الولاد هتجيب اعلى درجات، ازاي هيقدروا من بعد ما يخلصوا الدرجات دي ويوصلوا لدرجات عالية، ازاي يقدروا يخشوا كليات القمة، وبقى ده هو الهدف الرئيسي بتاعنا. فتخيلي لو انا جيت قلت لك النهارده ان في مدرس مثلا بيعلم الاطفال بشكل حلو جدا وكويس جدا، لكن ما بيدلهوش ازاي يقدروا يحلوا الامتحان، ومدرس تاني بيدلهم جاست فقط يعني ان هو ازاي يقدر يحل الامتحان بشكل مظبوط ويجمع درجات بشكل كبير، هتلاقي جزء كبير جدا من اولياء الامور متجه للاتجاه ده، احنا عايزين الاولاد تجيب درجات عاليه جدا عشان تخش كليات القمه اللي احنا حددنا ان هي كليات قمه. كليات القمة مش شرط نقول ان كلية هندسة مثلا لازم يكون احسن من مهندس الكمبيوتر او العكس، لا، كليات القمة دي بتعتمد على كل طفل او كل شاب لوحده. واحنا للاسف عندنا مقياس كليات القمة عندنا مختلف تماما عن ما هو ساري في العالم، فاحنا نجد كلية مثلا الحقوق تعتبر هي كلية القمة في الخارج. بالظبط بالظبط. عكس ما هو موجود عندنا. بالظبط، لان دي بتختلف من مجتمع للتاني ومن شخصية للتانية كمان، لان في اشخاص يعني طورت العالم كله زي مارك مؤسس الفيسبوك، زي مثلا بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت، في ناس اوريدي لا هي خريجه هندسه ولا خريجه طب واثرت في المجتمع كله وغيرت العالم كمان من حواليه. بالظبط. انا بس عايز حضرتك توضح للساده المشاهدين ايه معنى كلمه التعليم الموازي، ايه هو الهوم سكولينج؟ طيب، احنا مبدئيا انه التعليم العادي او المدارس دي، هي الفكره جت منين؟ الفكره جت من ساعه ما كانت موجوده الثوره الصناعيه، كان مطلوب ان احنا نعلم عدد كبير جدا نفس العلم عشان يقدروا يطلعوا يشتغلوا نفس الشغلانات كلهم زي بعض. فمن هنا جت فكرة المدارس التقليدية ان احنا هنعلم نفس الناس نفس المعلومة، هنقيمهم بنفس اسلوب التقييم عشان يشتغلوا شغلانة معينة، ولا هي كانت طبعا محتاجينها بشكل كبير جدا في المصانع. لكن الوضع اختلف كتير جدا في الوضع الحالي، لانه بقى في دلوقتي احنا محتاجين كرياتيفيتي او ابتكار عند الاطفال او عند الشباب. طبعا حضرتك لو تقولي مثلا انه اكبر شركه ليموزين او تاكسيات على مستوى العالم مثلا هي ما عندهاش ولا تاكسي، ما عندهاش ولا عربيه زي اوبر او كريم، هتلاقي انه ده مجرد ابلكيشن بقى يحرك العالم كله. فلا، احنا محتاجين اطفال تقدر تبدع، تطلع افكار جديده، مش جاست تاخد المعلومه وتستخدمها زي ما هي، لا، هي يعني محتاجه. نقدر نقول التعليم الموازي ان هو بيقدم المناهج في شكل صور ابتكاريه تنمي من مواهب او من امكانيات الطفل. بالظبط. هل ده كده انا هاخد التعليم العادي؟ ما بنركزش على المناهج كمناهج تقليديه. بالظبط. ما بنديهاش بالشكل التقليدي، احنا بنديها في صوره تقدر ان هي تطلع كل ما هو مفيد داخل الطفل. بالظبط. احنا ده بنحط المناهج الطبيعيه العاديه بتاعت المدارس، وهنضيف عليها شويه حاجات كتيره جدا زي الكاركتر بيلدينج، زي الكورسز طبعا زي الكمبيوتر والرياضه والحاجات دي كلها، بحيث ان احنا نطلع حد
اوريدي الماركت محتاجه بعد كده. طيب استاذه نهى، دلوقتي عايزين نعرف من حضرتك يعني ازاي، ايه صدى الفكره لدى اولياء الامور والتلاميذ؟ يعني استقبلوها ازاي؟ او ايه اللي حسيتي بيه ردود افعالهم من فكره بس التعليم احنا الموازي؟ بقالنا 3 سنين في الماركت، فلا الحمد لله احنا مبسوطين جدا من رد الفعل البيرنتس. الحمد لله هم لا في ساتسفاكشن، في رضا، بمعنى ان هم اولا لو احنا بنقيم تعليميا، فاحنا الفكره كلها في جرين مايند ان الاولاد حضورهم الفعلي كاكاديميه للتعليم الموازي بيكون عندنا احنا، يعني طول الوقت هم عندنا احنا في الاكاديمي، فاحنا المطالعين تعليمهم تماما. في النهايه هم بيمتحنوا في مدارسهم العاديه جدا، فانت لو عايزه تقيميهم اكوردنج للدرجات والامتحانات، لا هم الحمد لله بيروحوا يمتحنوا والحمد لله ما عندناش حد مثلا بيقل عن 98% في جريدز عاليه، بتبقى الى حد ما مش سهله. فده بالنسبه لنا بيسيب مردود كويس قوي عند اولياء الامور، رغم ان هو مش هدفنا الاول والاخير. احنا هو ده بيبقى من احد اهدافنا التميز، ولكن مش الدرجات هي اللي بتخلينا نحكم الطفل كده تميز او نجح او لا. الحاجه الثانيه برضو ان البيرنتس نفسهم لا ممكن يجي يقولك انا لا انا ابني كان فاقد الثقه في نفسه، لا هو ثقته في نفسه بقت زايده قوي، انا ابني ما كانش منظم خالص، هو بقى مور اورجنايزد وبقى بيساعدني وبقى بيعتمد على نفسه، يعني بقى في مهارات الاطفال اكتسبوها من خلال الكورسات الكاركتر بيلدينج اللي احنا بنعملها للولاد. لقينا فعلا ان هي غيرت في الكاركتر بتاعت الاطفال، والبيرنتس حسوا بده جدا، ف ده مردود لا بيقول لنا احنا كده تمام وماشيين كويس. الاطفال نفسهم كمان كون ان هم يبقوا موجودين ومبسوطين جوه الاكاديمي وحابين ان هم يجوا كل يوم، خلي بالك ده اتشيفمنت كبير ان الاطفال تبقى عايزه هي اللي تيجي وتبقى الاجازه بتاعت نص سنه او اخر السنه هو لا انا عايزين. اللي لفت نظري في الفكره اللي حضرتك يعني ابتكرتها او تبنتها، احنا عندنا في مصر ظهرت طبعا المدارس والجامعات الخاصه واصبح المجال ده يعتبر نوع من الاستثمار. بالظبط. فانا اللي عاجبني فكره حضرتك ان انت يعني ما اهتمتش بالنقطه دي قد ما اهتميت ان انت تقدم شيء جديد يفيد المجتمع ويفيد الاطفال. بالظبط. ازاي جات لك الفكره؟ بص هو الفكره طبعا خلينا نقول انه مشكله التعليم التراديشنال او التعليم الاكاديمي دي مش مشكله موجوده عندنا احنا في مصر بس، دي موجوده حتى ايفن في امريكا، وعشان كده بقى في الحلول الثانيه زي الهوم سكولينج والان سكولينج وانظمه كتيره جدا موازيه للتعليم الطبيعي. فده نابع لان البيرنت او اولياء الامور عندها مشاكل كتيره في المدارس، اما انها تكون عندها مشاكل في بعض الاساليب لبعض المدرسين، لبعض المناهج اللي بتقيس بقدر كبير جدا جدا المهاره بتاعه الحفظ، وخلي بالك ان الحفظ دي مش هي المهاره الاساسيه، احنا عندنا حفظ وعندنا حاجات كتيره جدا تانيه المفروض تقيسها. تاني حاجه ان انا الباك جراوند بتاعتي انا بتاعت شغلي اكتر يمكن من 20 سنه في مجال التدريب والتطوير والتوظيف، ومن خلال الخبره بتاعتي في هذا المجال انا لقيت ان في يعني فجوه كبيره جدا جدا ما بين مخرجات التعليم وما بين احتياجات السوق، المساله مختلفه تماما. يعني عشان حد يتخرج ويشتغل لازم يمر بمرحله كبيره جدا من التطوير، طب انا ليه ما اشتغلش في القصه دي من بدري قوي عشان لما الولاد بتاعتنا تخلص يبقى اصلا الماركت هو اللي او السوق هو اللي محتاجهم ومستنيهم. فمن هنا جت الفكره ان احنا ليه ما نطورش الولاد من الاول على الحاجات اللي محتاجها السوق ونبدا نشتغل عليها من بدري. فيبقى على فكره في ولاد بتشتغل من وهي صغيره خالص في المجال بقى بتاع الاي تي والديزاين والمش عارف ايه والحاجات دي كلها. فمن هنا جت الفكره. هنطلع علشان نشوف من ارض الواقع بقى، نشوف بعض الجولات لاكاديميه جرين مايند في واحه مريم، واستاذه نوى تشرح لنا بقى ايه اللي بيتم. انا اسمي محمد شرباجي، انا طالب سنه رابعه في طب عين شمس، انا في نفس الوقت يوتيوبر وعندي تشانل متخصصه للساينس شويه او البوب ساينس معنا صح، اسمها ما وراء النضاره. في جرين مايند اكاديمي الموضوع مختلف شويه عن اي مكان شفته او اي مكان حتى درست فيه زمان، وممكن يكون هو ده الدافع الاساسي اللي خلاني فعلا احب ان اشتغل في مكان زي ده. انا بدرس فيه ساينس، بقدم المحتوى العلمي الفعلا
هيبقى بعد كده في حياه الكيد ده او الطفل ده لما يكبر هيستفيد بيه وهيفتكر المعلومات اللي بنقولها. احنا في جرين ماين اكاديمي مش مجرد بنكتفي بالمنهج الدراسي او بمعنى اصح شويه معلومات مكتوبه على ورق، لا احنا كمان بنعملها بشكل عملي، بنوريهم التجارب قدام عينيهم وبنخليهم يشتركوا كمان بالشكل اللي يقدروا يعملوه. طبعا مع السيفتي والاحتياطات عشان ما فيش طفل يتاذي. النهارده احنا في واحه مريم عاملين زي فيلد تريب كده للاطفال ان هم يشوفوا بقى حاجات على ارض الواقع بعينيهم، برضو من مبدا ان احنا مش مجرد كلام على ورق. بنوريهم بعض الاكسبيرمنتس قدام عينيهم، بنعلمهم بعض الحاجات المجرد ان هم بيشوفوها كل يوم، لا احنا بنخليهم يبصوا عليها من جانب تاني، جانب علمي شويه، جانب ثقافي. بيقعدوا مع بعض يعملوا تشات، بيعملوا زي بمعنى اصح ساعات زي انجلش كلوب كده اللي هم كل واحد بياخد دور ويبدا يتكلم فيه بالانجلش من حيث الدور ده، واحد دكتور، واحد وزير، واحد كذا. وبالمناسبة كمان ان القرارات الجديدة اللي قدمها سيادة وزير التعليم احنا ما تفاجئناش بيها نهائي، بالعكس لان التولز دي اصلا هي اللي احنا كنا شغالين بيها قبل كده، فاحنا مش هنعمل اي حاجة جديدة، بالعكس احنا ماشيين بالكلام ده وازيد كمان منه. فاحنا ما تفاجئناش، يعني احنا already ده السيستم بتاعنا ودي التولز اللي بنستخدمها. واهم حاجة طبعا ان احنا بنهتم برضو في المقام الاول بالطالب اكتر من المعلومة. المعلومة تخش للطالب بالشكل اللي تريح الطالب، مش بالشكل الموجود في الكتاب او الشكل اللي ممكن يمتحن عليه، لا المهم فعلا المعلومة نفسها يقدر يستفيد بها في حياته العملية مش مجرد كلام على ورق. في جرين مايند اكاديمي من اهم الحاجات اللي فعلا لازم نقولها ان اهم تول بنستخدمها مش الحاجات الاونلاين او الفيديوز او الحاجات دي، لا صدقني اهم حاجة في جرين مايند اكاديمي هي طريقة العرض. المعلومة في جرين مايند اكاديمي ما بتتقدمش في شكل معلومة على ورق او مجرد هسألك عليها بعد كده في تطبيق او مجرد امتحان اخر الشهر، المعلومة بتتقدم بشكل يبقى المخ بيستقبله بمعنى صح ان انا بقدم لك مادة علمية تقدر تستفيد بيها بحياتك، مش مجرد منهج هتمتحنه وبعد كده ما تعرفش عنه حاجة. احنا في جرين مايند اكاديمي بنهتم بفكرة ان احنا بنعامل دلوقتي دكتور مستقبلي او عالم او مدرس او حتى سفير في يوم من الايام، ليه لا؟ فاحنا بنتعامل مع المبدأ ده، احنا بنقدم المعلومة عشان يفضل في يوم من الايام فاكرها ويستفيد بيها بالشكل الصح. احنا بنتعامل مع بني ادم مش مع منهج. على سبيل المثال حاجة بقى في المادة اللي انا بقدمها الساينس، الاطفال طبعا بيدرسوا ساينس كافة ما بيقسموهوش طبعا، احنا في جرين مايند اكاديمي لا بنقسمه، لان فعلا في جرين مايند اكاديمي لما بدأنا نقسم الساينس لكيمستري وبيولوجي وفيزياء والكلام ده كله بدأت فعلا اهتمامات الاطفال تظهر. في اللي كان بيحب علم الفلك بس وفعلا يقعد يسأل فيه كتير، في اللي اهتم بعلم الاحياء بس، ومش هقول مثلا ان هو ريح دماغه من الباقي، لا هو برضه مهتم بس مش بقدر اهتمامه ببقية العلوم. احنا بقى في جرين مايند اكاديمي بنهتم بالحته دي، ان الولد اللي يكون مهتم بعلم معين بنحاول ننميه، هو مهتم بالاحياء بنحاول نهتم له قوي بحته الاحياء دي لانه في يوم من الايام ممكن يبقى عالم احياء، ليه لا؟ انا اسمي فريده بدرس في جرين مايند اكاديمي وانا في جريد 1. انا اسمي فريده وبدرس في جرين مايند اكاديمي وبقالي فيها سنتين. انا اسمي ادم وبدرس في جرين مايند بقالي سنتين ورايح جريد 4. اللي بيميز جرين مايند اكاديمي عن اي مدرسه تانية ان احنا بناخد نفس المناهج بس بطريقه مختلفه وبطريقه ممتعه اكتر. جرين مايند اكاديمي فيها اكتيفيتيز كتيره وانا بحب الكاراتيه، انا وصلت حزام اخضر ولسه مكمل. ميس مش بتزعق لنا او الكلام ده زي ما احنا مجرد ان احنا قلنا حاجه غلط، احنا بنتناقش فيها واوقات كتير قوي لو مثلا سالنا سؤال احنا مش عارفين حاجه او كده بنقعد نتناقش فيها كتير، او ان احنا ممكن نخلي وقت صغير في الحصه كده ان احنا نتناقش في موضوعات وكده عن طبعا العربي وكده. بناخد حاجات تانية ازيد زي السوفت سكيلز والدين وانجلش بس على اللابتوب بي سي وكده. بناخد حاجات كثيره مختلفه زي السوفت سكيلز اللي هو مثلا البرزنتيشن سكيلز او النيجوشيشن سكيلز، وبناخد دين حاجات بقى ازيد، بنحفظ قران اكتر. اكتر كلاس بحبه هو الميوزك علشان بنعزف على الالات وبناخد نوتس وبنتعلم فيه نغني ونغني. انا بحب الماث لان احنا بنفهمها اكتر من ان احنا نحفظها وبطريقه امتع من العاديه، ونتعلمها على اونلاين ويب سايت.
اكتر كلاس محبه في جرين مايند اكاديمي كلاس الساينس. انا بفهم يعني بفهم ازاي الدنيا بتمشي حواليا، يعني مثلا في الفيزيكس ده بيفهمني كل حاجه، مثلا السرعه، وفي الكيمستري ففهمت منه حاجات كتيره زي التفاعلات. والانجليش، الانجليش برضو بيبقى تيتشر بيدرس لنا، بس برضو بيبقى فيه ابلكيشن على اللابتوب. الابلكيشن ده بقى بيبقى فيه الريدنج والرايتنج والسبيكنج والليسننج، يعني كل الحاجات دي. اكتر كلاس بحبه هو العربي، لان انا يعني انا بتعلم فيه حاجات انا ممكن ما كنتش اعرفها قبل كده او كده، زي مثلا النحو. انا عمري ما كنت عارف ان انا ممكن اتعلم النحو دوت بشكل كويس او كده، او التعبير دي حاجه بحبها جدا، ان انا بكتب موضوع من خيالي، فانا كده ان انا كده بعرف اكتب حاجات من خيالي كتير وكده، فانا انا بتعلم التعبير ان انا اعرف اكتب قصص او كده. ناخد كورسز زي كورس روبوتكس او كمبيوتر او منتل ماس وحاجات كتير تانية. انا بحب جرين مايند اكاديمي. احنا بنحب جي ام اي. انا بحب جرين مايند اكاديمي. احنا بنحب جرين مايند اكاديمي. على سبيل المثال دايما علماء الفضاء بيقولوا ان احنا في يوم من الايام هنعيش على القمر او هنعيش على المريخ، ودايما جملتهم المشهوره بتكون في صوره ان اكيد اللي هيعيشنا في يوم على المريخ او على القمر ده هو دلوقتي طفل بيدرس. ليه ما يكونش الطفل بيدرس؟ انا شايفه ان في ان الاولاد بيتكلموا بثقه كبيره قوي في نفسهم بالرغم ان هم سنهم صغير وان هم متجاوبين جدا، فدي حاجه فعلا تحسب لكم. واضح ان انتوا قدرتوا تنجحوا في توصيل الرساله اللي انتوا بتسعوا ليها. طيب انا بس سؤال، بس قبل ما نعدي النقطه دي، ليه اخترت واحد مريم علشان الاولاد يقضوا فيها يوم ترفيهي وتعليمي يا استاذ مصطفى؟ طيب هو مبدئيا احنا فكره الاوتنج او ان احنا دائما وابدا يبقى في زي جدول ثابت في اننا نخرج بره الاكاديمي، ده موجود عندنا. ففكرة اختيار واحد مريم هي من أحسن الأماكن اللي احنا بنحقق يمكن فيها معظم الأهداف بتاعتنا. أولا احنا محتاجين مكان واسع، الولاد تقدر تاخد كل طاقتها وتخرجها بشكل مفهوش أي يعني حواجز يعني، فطبعا هم هناك بينطلقوا انطلاق كبير جدا، فاحنا بنبقى عايزين نخرج كل الباور اللي عندهم، فده بنلاقيه اكيد في واحد طبعاً. مريم فكره الخضره والاماكن الزرع الكتيره والكلام ده كله ده بتاثر تاثير ايجابي بشكل كبير جدا على الاطفال، بيخليهم كمان ياخدوا شويه الباور اللي يرجعهم يقعدوا في الاكاديمي يعني اكتر من. اخترت واحد مريم اختيار مقصود، لان انت حسيت طبعاً ان هو ده هيساعدك في تاديه رسالتك التعليميه طبعاً. بالنسبه للتلاميذ مظبوط. طيب دلوقتي نرجع للاستاذه نوحه، احنا دلوقتي عايزين نعرض في صور هتتعرض وعايزين حضرتك تعلقي لنا عليها. فيديو من قلب واحد مريم. يعني هنا مثلا تعليق حضرتك ايه على؟ بصي احنا الرياضه جزء لا يتجزأ من حياتنا. تمام. يعني احنا حتى عندنا اكاديمي للكاراتيه وللباليه عشان نبقى وفق، يعني قدرنا ان احنا نريح البنات والولاد، اللي عايز باليه اوكي، اللي عايز كاراتيه اوكي، لان هي رياضه. الرياضه دي جزء من الحياه، لازم الولاد من الصغر يعني ده جزء من اليوم التعليمي، يعني ده جزء من يوم الدراسي، لازم نبتدي اليوم برياضة. لكن الرياضة طبعا في واحد مريم بتبقى مختلفة، الوسع والمكان والخضرة والطاقة الإيجابية الموجودة لا بتخلي الولاد متشجعين. ممكن في الأكاديمي ممكن يكسلوا شوية ممكن، لكن هنا لا، ما كانش فيه أي نوع من أنواع الكسل. المكان ده بيديهم طاقة إيجابية أكتر جدا، بيدينا كلنا طاقة إيجابية حقيقي. طيب أنا بس سؤال بس يعني مهم، إيه الصعوبات اللي بتقابلك في تأدية رسالتك التعليمية؟ بصي يمكن الصعوبات اللي بتواجهنا ان الفكره جديده وجريئه جدا، فكره ان انا ابني ما يروحش المدرسه. ايه يعني زي ما يروحش المدرسه؟ احنا الديفولت والعادي ان الولد خلاص بقى عنده 3 سنين ببتدي افكر هو انا بعد سنه هوديه انهي مدرسه، ولازم تبقى مدرسه بشكل معين وخيال معين وطريقه معينه. ففكرتنا جديده انا متهيألي فكره الاكاديميه بتبقى بتشيل الضغط العصبي على الاهالي وعلى الاطفال، لو الفكرة ان هو شايلين الشكل التقليدي للمدرسه حقيقي، انه انتوا بتبعدوا عن الشكل التقليدي للمدرسه. بنبعد عن الشكل التقليدي وعن طيب الدراسه. طيب حضرتك برضو احنا معانا برضو صوره تانية عايزين تعلق لنا عليها. ده صوره من البيرنتس ميتنج، احنا بنبقى حريصين جدا على التواصل مع اولياء الامور طول الوقت، فقبل الدراسه ما تبتدي لازم ان احنا بنعمل لهم ميتنج نقول لهم احنا السنه الدراسيه هتمشي ازاي،
في خلال السنة الدراسية بنعمل ميتينجز عشان ناخد فيدباك، احنا يا جماعة كده عملنا كذا وهنكمل بالطريقة الفلانية، هل انتوا ساتسفايد لحد دلوقتي، هل حد عنده كونسيرن، حد عنده حاجة عايز يقولها؟ يعني انا من خلال اللي عرفته عن أكاديمية جرين مايند ومن خلال حديثي معاكم انا تفهمت ان الفكرة نجحت. ايه المعيار اللي على اساسه قررتوا ان الفكرة فعلا نجحت؟ بصي في اكتر من حاجة، يعني انا اعرف ازاي ان انا نجحت، ما هو لو انا عندي طفل دخل الاكاديمي من 3 سنين ولحد دلوقتي هو معايا يبقى انا كده نجحت. زي ما قلت لك لو ان الدرجات او الجريدز لو الناس بتقيم بالارقام لا يبقى احنا كده نجحنا، لان الاولاد درجاتهم كلها تبقى كويسه جدا. حب الاولاد للمكان واختلافهم زي ما انتي حسيتي من الفيديو ان هم مختلفين، احنا الحمد لله اي مكان بنروحه، لو روحنا رحله روحنا حفله رحنا تصوير زي معاكم مثلا، الناس كلها بتحس ان الولاد دي مختلفة، احنا كنا فاكرين عشان اطفال هيتعبونا قوي وبتاع، لا هم they are different فعلا. فالبيرنس نفسهم بقى بيحسوا بده بالتغيير في اللي حصل في اولادهم وفي شخصياتهم، فلما الفيدباك ده بيجيلك ان لا ده ابني اتغير وابني اختلف تعليميا واخلاقيا. في مرة ولية امر قالت لي ايه، انا ابني بقى فاهم هو بياخد ايه، بقى فاهم المواد الدراسيه بتاعته، فده بيحسسك انت كده نجحتي وماشي على الطريق السليم. يعني في حاجه من ضمن الحاجات اللي احنا بنحسها يعني بشكل كبير جدا ان الولاد ساعات ما بيتناقشوا في ما ممكن تكون في مناهج او حاجات قديمه، لا ممكن يتكلموا فيها وفاكرينها كويس جدا لان طريقه التعليم نفسها تمت بشكل مختلف. انا كنت لسه بقول طب احنا معانا مداخله من احد اولياء الامور، استاذه رنا. الو. الو، مساء الخير. مساء الخير استاذه رنا، اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. حضرتك احدى اولياء الامور، حضرتك اولادك في جرين مايند مظبوط؟ تمام، انا عندي بنتين في جرين مايند. طب حضرتك ممكن تحكي لنا عن تجربتك في مع جرين مايند في دراسه بناتك؟ هو انا عندي بنتين في جرين مايند، الكبيره في برايمري 6 السنه دي والصغيره برايمري 2. احنا تقريبا بقالنا 3 سنين في جرين مايند. هو مش مكان للتعليم بس، انا بعتبره بيتي الثاني. بناتي بيقضوا وقت يعني مثمر فعلا من حيث التعليم والتربيه والاهتمام بالسلوكيات والاخلاق، والاهتمام كمان بالموهبه اللي عند كل طفل، اللي هم جرين مايند بيكتشفوا المواهب اللي احنا ممكن كاولياء امور ما نبقاش شايفينها. بلس كمان الجانب الرياضي، احنا انا بنتي بتلعب كاراتيه وتنس من داخل جرين مايند برضه. بالنسبة لفكرة التعليم نفسه، أنا يعني من في الأول كنت مخضوضة شوية، بس لما جربت أول سنة مع بنتي الكبيرة لقيت إن الموضوع بسيط جدا، والمدرسين فعلا بيوصلوا المعلومة بمنتهى السلاسة والبساطة اللي تخلي البنت راجعة من المدرسة مش متضايقة، ما عندهاش كم الهوم وركس الفظيع اللي يخليها دايما ستريس إن بكرة في كويز أو مش عارفة عندنا إيه وفي كم هوم وركس ممكن يضايقها في المذاكرة. الموضوع عندنا فيري سامبل، بترجع حابه ان هي تخلص اللي وراها علشان تبدا يوم جديد ثاني يوم. استاذه رنا احنا بنتمنى لك وبنتمنى لبناتك التوفيق ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، احنا بنشكر ضيوفنا استاذ مصطفى فاروق واستاذه نوى حافظ على تشريفهم لينا. وبس عايزين بس في عجاله، حضرتك شايف التعليم في مصر فين دلوقتي وايه اللي بتامل فيه؟ طيب هو مبدئيا التعليم في مصر انا اعتقد ان هو ماشي بخطوات ثابته، مفيش بس يعني تعليق الا حاجات بسيطه جدا، ان احنا السيستم اللي بيحصل في مصر سيستم كويس جدا وعالي جدا، هيتفضل بس عندنا ان احنا يعني ناخد بقى الكوادر اللي هي البشريه، هي دي اللي محتاجه شويه تطوير، سواء يعني عشان الفكر يستوعب التطوير اللي حصل في المناهج او اللي حصل في الاساليب بتاعه التعليم، فده مهم جدا. وفي نفس الوقت كمان ان اولياء الامور تستوعب الفكر الجديد ده خلينا نخرج بقى من اننا حاطين نفسنا في فريم واحد بس، لازم التعليم يتم بالشكل الفلاني، لازم يبقى فيه دروس خصوصيه، لازم يبقى فيه كذا، لازم يبقى فيه كذا. لا اعتقد ان الوضع هيختلف بشكل يعني ايجابي بشكل كبير جدا في الفتره اللي جايه. بشكر حضرتك استاذ مصطفى، بشكرك استاذه نهى، وبالتوفيق دايما ان شاء الله. كلمه اخيره استاذه نهى. بتقبلي في ايه اللي بتحلمي بيه؟ انا بتمنى ان الناس تقبل التغيير
وبلاش تيأسي، بلاش انا كأم الاقي نفسي مش مبسوطة من المستوى اللي ابني بياخده في مدرسته بس اقول خلاص انا ما عنديش اوبشن. لا، دوري على الاوبشنز وهتلاقي اوبشنز وهتلاقي حلول تانية. و لا، الابن ده او الطفل ده دلوقتي هو المستقبل، فاحنا لازم من دلوقتي نبتدي نخليهم زي ما احنا عايزين نشوفهم ان شاء الله. بشكركم وشرفتونا في واحد مريم. اعزائي المشاهدين، كنا معكم في حلقتكم واحد مريم، الى اللقاء يوم الثلاث الساعه 5 وواحد مريم. شكرا لك.